ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام واش دارنا كي شافها خلاص الجغرافيا كبرت واش دار؟ بدا يبعث الناس يعلموا الناس الدين، فأخذ واختار رسولين وهما من أفقه الصحابة وأقرأهم لكتاب الله، معاذ بن جبل الذي هو من أفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن قيس الذي هو أبو موسى الأشعري الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الزوج فقهاء بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وقال لهم، شوف الآن أعطالهم قوانين الدعوة إلى الله، ويا ليتنا ندركها ونفهمها، ليس كما فهمها بعض الناس المسهلة المتميعة للدين، وليس كما فهمها بعض الناس المتشددين الذين نفروا الناس من الدين، احنا نفهموها كما حبها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لهم عليه الصلاة والسلام أو يوصي فيهم في زوج، قال لهم يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وش معناتها يسرا وش معناتها يسرا؟ نقولوا الناس كلش حلال. أي جات تسألك قالت لك معليش نحي حواجبي باش نولي شابة، حلال معليش، يسر يسر الدين معليش، الغنى حلال معليش، غنى غني مش مشكل، أنا نيسروا في الدين. وش معناتها هنايا؟ هنا رانا ولينا أرباب من دون الله. تيسير تاع الدين، نقول لك التيسير تاع الدين أنك تقدم لهم الدين كيما راح، دين مش تاعك ولا تاع أبيك ولا تاع أمك، دين تاع ربي سبحانه وتعالى، ما تقدرش تدخل فيه أنت، إن أنت إلا نذير. انت واش دير؟ تقدم الدين كيما للناس، ولكن تعرف وقتاش تقدمه، وهذه تقولها، هذه ما تقولهاش دركا، هذه خليك يقوى الايمان تاعو مليح نقولوها له، هذه مازال حبس ما تقولها لهش ما يفهمهاش، بالك مسكين يسمعها ما يستوعبهاش. نعرف وقتاش نمدوا الدين، بصح الدين خلوه كيما راه، حرام والله غير حرام، ما نقدرش واش نقول لك، حرام ما نقدرش نبدلها على جالك انت، ماشي هذا هو التيسير. لازم منا نفهموا باللي يسر اي بلغ دين الله كما هو، ولكن عرفوا كيفاش تبلغوه، عرفوا كيفاش تبلغوه للناس. كاين امور تقدر تقولها للانسان، اسمع حرام واش راك دير، اقول لك مشيت تلعب، وكاين نفس اللقطه تقول له فلان تحب الله؟ نعم. وتحب الرسول عليه الصلاه والسلام؟ تحب ربي ينظر اليك وتفعل هذا؟ هل هذيك وهذيك كيف كيف؟ ماشي كيف كيف، وانت بلغت نفس الرساله ولا لا؟ اضرب لك مثال بالك نكون غلط، انت بلغت نفس الرساله، تشوف امراه متبرجه تقول لها انت في النار، عبك انت اللي قال عليك تولي تتلعنوا. بس لو كان تقول لها نسالك سؤال، تحبي الله عز وجل وتحبي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ربي عز وجل كي امرك بشيء ترضي انك تخالفيه؟ كي تقولي تحبيه، اخلي لها السؤال يخبط في الراس وروح انت. واحدها اذا كان عندها عقل تقدر وتدبر وترجع ان شاء الله. يعني لانه احيانا الانسان لا بد له من حكمه. شوف هذاك جاء عند قالوا انت رسول الله؟ انت زعما اللي تقول علينا هذه وحكايه كامل داير لنا ضجه قد الدنيا؟ قالوا انت رسول الله؟ النبي عليه الصلاه قالوش انا رسول الله، هي انا رسول الله وانا الحومه قاعد تعرفني وانا زيد في قريش ووليدها انا وليد قريش، والناس قاعد يعرفوني باللي الصادق الامين، وانا عمري ما كذبت، ونتحداك لو كان تشوف واحد يحكي عليا بلي كذبت، ونتحداك تشوف واحد عليا بلي سرقت ولا خنت امانه، روح سقسي عليه. ما قالوش كامل الكلام هذا، قالوا نعم انا رسول الله الذي إذا دعوته استجاب لك. وشوف ربطه مع ربي، خلاه هو قالنا خطيري، قال له إذا كنت في عام سنة فدعوته أغاثك، إذا كنت في سنة جدباء وكان عليك الجفاف ودعيت ربي هو اللي يسقيك. قال له هذاك هو تعرفه أنت، هذاك أعرابي موالف يعرف الصحراء ويعرف الرعي ويعرف السقي ويعرف السماء ويعرف الدنيا. قال له هذاك هو هذاك. قال له إذا كنت في أرض قفر فلات والدبة تاعك تبحرت ورفت يدك قلت يا ربي رجعها لي رجعها لك، قال له هذاك هو اللي تعرفه ملي كنت صغيرك تعرفه، قال هذاك هو اللي بعثني انا. هو سأله عن من؟ عن المرسل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عرفه بمن؟ بالمرسل. إذا كاين حكمة هنا، كاين حكمة في الدعوة إلى الله، هذيك الحكمة أدعو إلى ربي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه هي يسرا ولا تعسرا، ماشي معناتها تعجن الدين كما تحب أنت. أصبح الدين كالغاز لا حجم له ولا لون ولا أي شيء، خلاص كيما حبيت نحطه لك في قرعة كيما هذه نديره لك في قرعة كيما هذه، حبيت نديره لك في باطا نديره لك في باطا، تحب نديره لك في صاشي نديره لك في صاشي. لا الدين عنده ثبات، وانت اللي جيت تدخل تحت الدين.
الدين عنده ربي سبحانه وتعالى قال هذه حلال هذه حرام هذه مكاش هذه ما ديرهاش هذه كبيره هذا شرك بالله هذه بدعه هذه سنه انت واش جيت دير وراه يعني نتبع برك مادام ربي امرنا وخلاص ماشي حنا نقولوا لك روح ديروا لك الدين كما تحب يسير ولا تعسر هذا هو المفهوم تاعها اننا نعطي الميزان اللي اعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ونعطي الدين تاعنا اللي اعطاه النبي عليه الصلاه والسلام.